من أكتر الموضوعات اللي شغلة الناس على السوشيال ميديا الأيام دي هو طبعاً مهرجان العالمين، وخصوصاً الأحداث الفنية الكتير جداً والمهمة اللي موجودة في فعاليات المهرجان، سواء كانت الحفلات الغنائية لأكبر المطربين في مصر والوطن العربي أو الأعمال المسرحية المميزة. هيكون معنا دلوقتي الناقد الفني علي القشوتي عشان نتعرف منه على الأحداث الفنية اللي هتكون موجودة الفترة الجاية في مهرجان العالمين.